صباح الخير. أوردبار نور الكلمة بيستدعينا النهاردة إن إحنا نقف قدام تعبير مهم، لفظ جوهري، ونقف من خلال اللفظ ده قدام شخصيتين، واحدة من العهد القديم وواحدة من العهد الجديد. شماع إسرائيل، اسمع يا إسرائيل. شماع فعل مهم وجوهري لأي رجل عبري، لأي إنسان طاقي. في الترجمة العبرية عايز يقول لنا معنيين. الأول نسمع، يعني نصغي ندي اهتمام للي احنا بنسمعه، والأهم المعنى الثاني نطيع، بمعنى إن التعبير ده بيدينا فعلين مرتبطين ببعض. إلى أي مدى نطيع لما نسمع؟ هنشوف شخصيتين بيسمعوا، الله بيوجه لهم رسالة، ويمر أدوناي وقال الله. بنتقابل مع موسى في الإصحاح الثالث، فأول لقاء لي مع الله بيبدأ يقول له اخلع نعليك، في خروج 3. اخلع نعليك، احنا عارفين ان في الكنائس الشرقية بتاعتنا وممنوع الدخول للهيكل او الكنيسة في بعض المزارات بالشوز، بتتخلع. ايه الهدف؟ ان احنا نسمع الله بصوته الالهي بيدعو موسى انه يخلع النعال بتاعته، الشوز بتاعته. وبنلاقي كمان في العهد الجديد في سفر الأعمال الرسل، بنلاقي وقت ما كان بطرس موجود في السجن بيبدأ يدخل الله من خلال الملاك وبيقول له ارتدي رداءك وأربط نعليك، مع موسى يقول له اخلع نعليك، مع بطرس بيقول له ارتدي نعليك. هو ايه؟ الله عايزنا نخلع ولا عايزنا نلبس النعال بتاعتنا؟ عايزنا نكون مرتاحين بدون الشوز ولا عايزنا نكون في مسيرة تبعية وراه لابسين وجاهزين مستعدين؟ السر في فعل يسمع، شمع. السر في بنلاقيه ان سواء بيطلب من موسى انه يخلع بيخلع، بيطلب من بطرس انه يلبس يلبس. ببساطة محتاجين مرونة في كل مرة بندخل فيها في علاقة حوار مع الله، ان احنا بنسمعه هو عايز يقول لنا ايه، يبقى انا بكون مستعد ان انا بناء على التوجهات والحوار اللي بيتحاور بيها معايا ان انا في الوقت ده اخلع الشوز. الشوز رمز، ما هواش حاجة جوهرية، لكن في حاجات كتيرة عايزني اتخلى عنها في المسيرة معاه، وفي حاجات كتيرة عايزني اتحلى بيها، زي ما بنلاقي بولس مثلا البسوا المسيح. البس المسيح ازاي؟ دعوة ان احنا نبدأ نرتدي ونلبس المسيح، نكون مسيح أكثر مسيحية، نكون في أكثر علاقة حية حقيقية مع المسيح. شمع هنا بقى بيدينا مقياس إلى أي مدى أنا بكون منتبه لكلمة الله في الوقت اللي يقول لي اخلع عنك هذه الرذيلة وتحلى بهذه الفضيلة. مثلاً اخلع عنك، اترك العيب ده او النقص ده، او اشتغل على ذاتك في ده وابدا اكتسب حاجه ثانيه. امتى اكتشف ده؟ لما اقدر اسمع كويس وبناء عليه اقدر اطيع في الخطوه الثانيه. الله مش بيحدنا، الله مرن اب، عايز يقول لنا ان ليك الحريه ان انت تخلع، ان انت تلبس،
في الوقت اللي انت عاوزه، بس الاهم ان انت تخلع وتلبس تحت نظري، ان انت تتجدد وتكبر وتنمو معايا داخل العلاقه، داخل الاطار ده. شماع اسرائيل مهم قوي ان احنا نشيل اسرائيل النهارده، مش علشان مش مكانه، بس هنحط كل واحد وواحده فينا اسمه الى اي كلمه الرب النهارده عايزنا نسمعها علشان نطيعه، الى اي مدى عايز يخليني اخلع بعض الحاجات وعايزني اكتسب بعض الحاجات التانيه اللي تقوي العلاقه معاه. النهارده بنسمع كتير السوشيال ميديا، العظات، اللقاءات، كمية حاجات كتيرة قوي موجودة في مجتمعنا مدعوين ان احنا نسمعها يوميا. الى اي مدى انا بطيع لحاجة ممكن تبنيني؟ الى اي مدى انا كمان بطيع لحاجة ممكن تضرني؟ لان في طاعة وطاعة، طاعة لأصوات بشرية خارجية وطاعة لصوتي انا، وبنتجاهل هذا الصوت الإلهي. النهاردة كاتب سفر الخروج وكاتب سفر الأعمال الرسل بيدعونا إن إحنا نتحلى بالمرونة أثناء السمع، أثناء الله ما بيوجه لنا رسالة. بس أهم من ده إن إحنا ندي اهتمام للي بنسمعه علشان نقدر نقرر أنا النهاردة مدعو لإيه؟ أخلع ولا ألبس؟ وده صوتي أنا ولا ده صوت الله؟ ده اللي أنا بعيشه تحت نظر الله. وهنا بنلاقي إن الانسجام والتقارب بيننا وبين الله بيكون أكثر قرب. شمع إسرائيل مهم كتعبير. هختم معاكم وأقول شمع يا فلان يا فلانة، بدعيك إن أنت تحط اسمك، تحط اسمك، ونبدأ ندخل في الانسجام من السمع للطاعة للمرونة في اللي احنا بنعيشه بدون إجبار، بدون إحساس إن احنا مجبرين. إلهنا إله حرية، إلهنا عايزنا نعيش معاه كأبناء بمنتهى الليونة وبمنتهى المرونة. بس المهم إن احنا كمان نكون أكثر ليونة قدامه في اختياراتنا، في اللي احنا بنسمعه، في اللي احنا عايزين نطيعه، وفي نفس الوقت بنلاقي إن في صراع. عارفين من إيه بيبدأ الصراع ده؟ هنشوفه في الحلقة اللي جاية مع نور الكلمة. شكراً.